لأول مرة إذن سنقوم بالتكوين عن بعد لمختلف المتدخلين في المسار الانتخابي، يعني يوم الاقتراع، وذلك حتى نتفادى أي تعطيل في مجريات العملية يوم الاقتراع، وحتى نضمن أيضا مطابقة كل الأعمال للقوانين المنظمة لذلك. وبهذه المناسبة أعلن من الآن فصاعدا مشروع إنشاء مرصد لتطوير الأعمال الانتخابية والديمقراطية، فسنعلن على محتواه بدقة يعني في الأيام القليلة، وأيضا هذا المرصد سيشرف عليه أعضاء من السلطة الوطنية لما تزخر به من طاقات